للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف من موسكو حسين مشيك مراسل اكسترا نيوز. بعد التحيه لك حسين، اذا عده نقاط ايضا نناقشك فيها في هذا الحوار. اول نقطه متعلقه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تحدث عن الاقتصاد وقال انه الاقتصاد الروسي صمد امام العقوبات التي فرضتها الدول الغربيه، اشار الى انه هذه العقوبات لم تنجح في تحقيق اهدافها، وانه الاقتصاد الروسي او حاله البنوك او الحاله الماليه لروسيا تعود الى شكل شبه طبيعي او يعني شكل يعني يشبه ما كانت عليه قبل الحرب. تفاصيل أكثر فيما قاله الرئيس الروسي لو سمحت. مساء الخير شادي لك ولريهام وللسادة المشاهدين. نعم، اليوم خلال اجتماع الرئيس بوتين مع أعضاء الحكومة الروسية ورئيسة المصرف المركزي الروسي، قال بوتين إن سياسة العقوبات التي انتهجها الغرب والتي كانت تهدف إلى توجيه ضربة خاطفة للاقتصاد الروسي قد فشلت. وأضاف بوتين أنه من الواضح أن العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد في الآونة الأخيرة هو ضغط العقوبات التي تفرضها الدول الغربية، مشيرا إلى أن الهدف كان تخفيض الوضع المالي والاقتصادي في روسيا وإثارة الذعر في الأسواق، بالإضافة إلى انهيار النظام المصرفي ونقص السلع في المتاجر على نطاق واسع. لكن كل الخطوات أو كل الأمور التي كان الغرب يأمل في أن تجري أو يتأثر بها الاقتصاد الروسي بعد فرضه المزيد من العقوبات على روسيا على إثر إعلان العملية العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية، بوتين أكد على أن هذه الخطوات أو هذه النتائج التي كان يأمل الغرب بها لم تتحقق، وأن الاقتصاد الروسي استطاع أن يتغلب على العقوبات الغربية. أيضا بوتين طالب الحكومة الروسية بتفعيل المزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تمت اتخاذها في الأسابيع السابقة، وأي تحديدا حول الإجراءات أيضا التي أعلن عنها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بتقديم المزيد من الدعم المالي إلى العائلات الروسية وأيضا إلى الشركات الصغرى والمتوسطة. أيضا اليوم ميشوستين أعلن عن إنشاء الحكومة الروسية بالتعاون مع المراكز التجارية في روسيا في الأيام المقبلة أسواق لبيع المواد الغذائية بأسعار الجملة، وأكد ميشوستين على أن الحكومة سوف تقدم دعم أو سوف تدعم أسعار المواد الغذائية، أي بمعنى بأن سيكون هناك المزيد من الخصومات على المواد الغذائية في المراكز التي سوف تفتحها الحكومة الروسية لكي يتم بيعها بأسعار الجملة إلى المواطن الروسي، أي كخطوة تتخذها الحكومة في ضمن أو في إطار الخطوات والإجراءات التي تتخذها روسيا منذ بدء العملية العسكرية لمواجهة العقوبات الغربية. أيضا بوتين اليوم طالب الحكومة بضرورة التسريع في التعامل مع البلدان الصديقة لروسيا وتحديدا في عملات البلاد، وبضرورة الاستيراد والتصدير بين روسيا والدول الخارجية بالعملة الروسية الروبل أو بعملات الدول الصديقة. كل هذه الإجراءات أو هذه التحفيزات من شأنها رفع القدرة الشرائية للعملة الروسية الروبل، وأيضا من شأنها لجم حجم أو تأثير العقوبات الغربية على الداخل الروسي. أيضا اليوم كان هناك نقاش حول تأميم الشركات الأجنبية في الداخل الروسي، لكن الجانب الروسي لغاية الآن يؤكد بأن الشركات الأجنبية لا زالت تدفع الرواتب إلى الموظفين الروس لغاية الآن، ففي حال وقفت هذه الشركات عن الدفع عن دفع الرواتب فعندها روسيا سوف تدرس ومن الممكن أن توافق على خيار تأميم الشركات الأجنبية. نعم. طيب كل هذا حسين في إطار يعني التداعيات الاقتصادية أو الجانب الاقتصادي، فيما يخص الجانب الميداني هل هناك تفاصيل من الممكن أن تطلعنا عليها بشأن العملية العسكرية التي تجري الآن في شرق أوكرانيا؟ نعم، اليوم وزارة الدفاع الروسية في بيانها الأخير المسائي أعلنت عن المزيد من المنشآت العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها
وأيضا للخبر الأخير الآن بأن القوات المدفعية والجوية الروسية تشن في الوقت الحالي ضربات قوية على مواقع ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونباس. وهناك خبر آخر عن إطلاق القوات الروسية لصواريخ إسكندر من الأراضي البيلاروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية، لكن هذا الخبر غير مؤكد لغاية هذه الساعة من قبل وزارة الدفاع الروسية فقط. وسائل الإعلام الروسية بعض وسائل الإعلام الروسية تداولت فيديوهات لإطلاق صواريخ إسكندر الروسي من الأراضي البيلاروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية. أما وحول البيان الأخير لوزارة الدفاع الروسية، أعلنت الدفاع عن تدمير 84 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. وأيضا قال اللواء إيغور كناشينكوف الناطق باسم الدفاع إن صواريخ روسية عالية الدقة قضت على أكثر من 120 قوميا أوكرانيا، كما دمرت مركز دعم لوجستي أوكراني في مدينة ليوبوف. والخطوة أو الاستهداف الأخير للقوات الأوكرانية وتحديدا على مدينة ليفوف في الأيام الأولى لبدء العملية العسكرية، القوات الروسية كانت تركز ضرباتها الجوية على المنشآت العسكرية الأوكرانية تحديدا في العاصمة أو بالمناطق منطقة دونباس وبمدينة خاركوف بالإضافة إلى مدينة أديسا. لكن في الأيام الأخيرة بدأنا نشاهد، وأيضا بدورها وزارة الدفاع بدأت بالإعلان عن استهداف للمراكز وللمنظومات العسكرية الأوكرانية في مدينة ليفوف والتي تقع في على الحدود الأوكرانية البولندية. هذه الخطوة هي تأتي وأي ترجمة للقرار الروسي وللتهديد الروسي بأن أي أسلحة سوف تدخل الأراضي الأوكرانية سوف تعتبرها القوات الروسية هدفا أهداف مشروعة، وسوف يتم قصف أي أسلحة أجنبية يتم تزويدها للقوات الأوكرانية. القصف الروسي لأراضي مدينة ليفوف هو قصف واستهداف لمعظم الأسلحة التي تزود بها الدول الأوروبية والدول الغربية القوات الأوكرانية، أيضا وقصف مراكز تجمع المرتزقة الأجانب كما تصفهم موسكو تحديدا في مدينة ليفوف، حيث أن معظم المرتزقة الأجانب الذين تم جلبهم من الخارج إلى الداخل الأوكراني هم يقيمون في أراضي مدينة ليفوف، وأيضا نسبة منهم الآن هم داخل مدينة ماريوبل وهم طالبوا طيب على ذكر ماريوبل، ما الذي يحدث فيها الآن حسين؟ يعني هل بالفعل سيطرت القوات الروسية عليها بشكل تام أم ما زالت هناك جيوب أوكرانية تشتبك مع القوات الروسية خاصة فيما يتعلق بميناء ماريوبل؟ نعم شادي، مدينة ماريوبل بنسبة كاملة أو بشبه كاملة هي تحت السيطرة الروسية، فقط تبقى مصنع أزوفستال وأيضا وليس كل المصنع هو تحت سيطرة القوات الأوكرانية. نصف مساحة مصنع أزوفستال القوات الروسية استطاعت السيطرة عليها. الآن القوات الروسية تحاصر داخل النصف الثاني من مصنع أزوفستال المقاتلين الأوكرانيين وأيضا المرتزقة الأجانب كما تصفهم موسكو داخل المصنع. وزارة الدفاع الروسية ومنذ يومين قدمت عرض لهؤلاء المقاتلين بتسليم أسلحتهم، وهي سوف تضمن حياتهم لكن بشرط أن تقدمهم إلى المحاكمة نتيجة الجرائم التي اقترفوها ضد المدنيين وضد القوات الروسية. لكن الدفاع الروسي أكدت على أن النظام الأوكراني منع المقاتلين من الاستسلام وأعطى الأوامر إلى عناصر كتيبة أزوف بإطلاق النار على كل من يسلم سلاحه ويستسلم إلى القوات الروسية. مدينة ماريوبل فقط المساحة المتبقية أو النسبة المتبقية من مصنع أزوفستال هي لا زالت تحت السيطرة الأوكرانية أو لا زال بداخلها العناصر التابعة للقوات الأوكرانية والعناصر الأجانب الذين تم جلبهم من الخارج إلى الأراضي الأوكرانية.
لربما في الساعات القليلة المقبلة سوف تسيطر أو سوف تستطيع القوات الروسية من السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبل، وأيضا وتحديدا بعد الأخبار التي تخرج الآن عن استهداف القوات الروسية لمنطقة دونباس، عن القصف الروسي لمنطقة دونباس. هذه المعلومات خرجت من الجانب الأوكراني، لكن لغاية هذه الساعة الجانب الروسي الرسمي لم يؤكد هذه المعلومات. لربما في بيانها الصباحي وزارة الدفاع سوف تعلن أو سوف تؤكد في حال كانت هذه المعلومات صحيحة، أو سوف تنفي في حال كانت هذه المعلومات خاطئة حول بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. كنت معنا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز.